انا عن نفسي، انا عن نفسي قبل ما ادي المايك للشيخ الجليل حازم صلاح ابو اسماعيل، كنت اتمنى ان يحزو كافه الشخصيات العامه حزو الشيخ حازم صلاح بالتواجد في ميدان التحرير، ولكننا بكل اسف لم نرى احد. وأحب أن أقول لكم إن اليوم ليس في منتصفه، إننا الآن في أول لحظة من هذا اليوم بالنسبة لنا. وكنت أحب ألا يتخلف أحد اليوم، ولا يهم كم هو موجود من الأعداد في هذا المكان، ولكن اسمحوا لي أيها الإخوة في هذا اليوم بالذات قبل أن أتحدث إليكم أنتم، أن أتحدث إلى كل أهلنا خارج الميدان قبل أن أتحدث إلى حضراتكم، واسمحوا لي أيضا أن أتحدث إليهم لأنني أعرف ماذا يمكن أن يقال لهم عن مثل هذا الجمع وهذا الحشد. أود أن أقول لمصر كلها إننا تماما مثلهم، نريد لعجلة الإنتاج أن تدور من جديد، ونريد للاستقرار أن يعود من جديد، ونريد للانتخابات البرلمانية أن تتم، ونريد أن نكفل لها، ونريد أن نكفل للانتخابات جو الهدوء حتى تتم، ونريد مثل كل شخص يعيش في هذا البلد أن تتوقف فأحداث الانفلات الأمني، ونريد أن نكفل الاستقرار حتى نستطيع أن نتجاوز المحنة والعطلة والبطالة وغلاء الأسعار. ولكن الذي حدث أننا فوجئنا بهم كلما هدأنا لهم أنهم يستعملون هذا الهدوء لا من أجل الأغراض النبيلة التي ذكرتها، وإنما من أجل أن يمتد الحكم الانتقالي العسكري. وكلما قدمنا لهم وقدمنا لأنفسنا قبل أن نقدم لهم ما يكفي لهدوء البلد، إذا بهم يستخدمون هذا الهدوء على أنه تخدير قد تم وغيبة وغفلة قد حدثت، حتى يستخدموها لكي يعلنوا بكل صفاقة أنهم سينتظرون إلى السنة بعد القادمة فوق رؤوسنا رغم كل الطلبات التي سمعوها. وأنا يا إخواني يشهد الله، الدماء التي تجري في عروقي تأبى علي أن يكون كل هؤلاء الشعب بأكمله قد طالب بمطالب محددة، ثم فجأة وبدون أن يعلق على مطلب من أي حزب ولا أي مرشح ولا أي شخص ولا أي ائتلاف ولا أي جماعة، كأن أحدا لم يتكلم، وكأن أحدا لم يطالب، وكأن أحدا لم يجتمع، وكأن أحدا لم يوقع ولم يشترط، إذا بهم يظهرون متجاهلين تماما ذكر أن أي أحد قد طالب
ويقولون سنبقى فوق أعناقكم وستستمر الفترة الانتقالية التي تظنون أن لكم كرامة اليوم أنكم تغضبون لأنها طالت فوق 6 أشهر ستستمر 2 سنين كاملتين. الدماء التي تجري في عروقنا تأبى علينا أن نبتلع هذه الإهانة، ولا أدري كيف يكون هناك من يبتلع هذه الإهانة. لا أدري والله، والله يا إخواني صدقوني، أنا غير متصور الذين وقفوا يوما أمام الميكروفونات وأعلنوا أنهم يصرون على إجراء الانتخابات الرئاسية من أجل أن تنتقل السلطة، والذين اجتمعوا ووقعوا وهم يصرون على أن تنتهي الفترة الانتقالية في شهر إبريل أو مايو أو يونيو على تنوعهم. كيف ابتلعوا ببساطة؟ كيف تغيبوا عن حشد اليوم وقد وجهت إليهم إهانة لا يعلق عليها أحد ولا يتكلم عنها أحد؟ لذلك يا إخواني، الرحم التي بيني وبينكم، حتى لو كنتم 10 أفراد فقط ولم تكونوا هذا العدد، هي أنني أخاطب الدماء التي لا تزال تشعر بالكرامة تتدفق في عروقها، يا إخواني هذا الكلام الذي تقولونه اليوم من أننا لا نقبل امتداد الحكم العسكري في هذا المكان بالضبط، في هذا المكان بالذات، على هذه المنصة من 8 أشهر في أيام 7 و8 تحديدا، ثم في يوم 11 فبراير قلت لهم إننا لا نطالب حسني مبارك بأقل مما نطالب به عمر سليمان وحسين طنطاوي. يا إخواني أيها الإخوة، إنني أعود إلى مخاطبة مجتمعنا. أول نقطة قلتها لهم إنني أريد لهم أن يعلموا أننا مثلهم، نريد تماما أن نحافظ على استقرار مجتمعنا، لكن أن يدخل اللص على بيتي ليقتحمه ويستولي عليه ثم إذا صرخت أنا يقولون لي أطالبك بالهدوء حتى تكفل حالة من الطمأنينة في العمارة، هذا أمر الذي لا بد أن يحفظ. أن الذي يعطل الإنتاج هو أن المجلس العسكري قد أعلن فجأة أنه سيستمر 2 سنين في أيها الإخوة المرشحون للرئاسة اجتمعوا وطالبوا، والأحزاب اجتمعت وطالبت،
والهيئات والائتلافات اجتمعت وطالبت، ثم في صبيحة اليوم التالي اجتمع العسكر وقرروا أنهم كأنهم لم يسمعوا وأنهم سيستمرون إلى السنة بعد القادمة. هذا هو الذي يعطل الإنتاج، هذا الذي هو يفسد البورصة، هذا هو الذي يجعل البطالة تتفشى، هذا هو الذي يؤدي إلى الانفلات الأمني. هذا مش هيمشي، هو يمشي، مش هيمشي، هو يمشي، مش هيمشي، المجلس يمشي، مش هيمشي، المجلس يمشي، مش هيمشي، المجلس يمشي، مش هيمشي، المجلس يمشي. أيها الإخوة، في مصر وليس المتواجدين في ميدان التحرير، اوعوا تصدقوا أن نزول الناس إلى المظاهرات هو الذي يؤدي إلى الانفلات الأمني. الانفلات الأمني لما حدث، بالعكس، عدم نزول الناس هو الذي يمكن المجرمين من رقابهم. أنا قلت من قبل إن البلطجية عندما ينزلون وتكتب الصحف إنهم وجدوا أن هناك رجال أعمال وراء الأحداث. أسأل وزير الداخلية والشرطة والمجلس العسكري والحكومة، أين بعدها بأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية، ما أسفرت عنه تحرياتكم عن أسماء هؤلاء رجال الأعمال؟ إنما إذا كنتم تظنوننا مغفلين، يخرج البلطجية علينا بالأمس وتسكت المباحث بعدها عن ذكر التحريات حتى لا يمس أحد، ثم تمثلون أمس أو أول أمس أن هناك بعض اضطرابات داخل جهاز الشرطة. فأسفاً لن نصدقكم بعد اليوم، بل والله ولم نكن نصدقكم بالأمس. إنني أريد يا إخواني أن تعلموا شيئاً مهماً. أنا في يوم من الأيام في شهر أكتوبر الحالي حددت توقيتاً محدداً، وكنت يومها كان معنا كثيرون. في اليوم التالي بدأ هذا الكثيرون تتغير مواقفهم. أنا أقدر لهم هذا، عارفين ليه؟ لأن هذا الكلام هم يفكرون تفكيرا منطقيا ورائعا. هم يظنون أننا نستطيع أن نؤجل، واسمعوا هذه الكلمة بكل انتباه، لا لكم أنتم وإنما إلى كل هذا الشعب المصري. هم يتصورون، ولا أدري من أين أتى كل هذا الاطمئنان، أننا إذا أجلنا وقفة اليوم لمدة شهرين بحيث تكون الانتخابات قد تمت وكسبنا خطوة وحصل في مكتسبات حدثت وقطعنا خطوة، أننا نستطيع أن نتحرك بعد شهرين. لا يا إخواني، الشهران نوفمبر وديسمبر يعد لهما ما تعلمون وما لا تعلمون. ولو أننا لم نسمع هؤلاء اليوم صوتا كالرعد من هذا الشعب أن هناك من يحرس وهناك من لن يتراجع، وإن كان وحده وليس معه أحد، يمكن أن يقوموا بذلك بكل ما ستضيع معه كل شيء. لذلك لن نترك نوفمبر وديسمبر، ولن نترك حتى ولا أسبوعا واحدا. والقرار الذي سنقوم به اليوم نحن لم نعلنه بعد، ولكن الذي أود أيضا أن أذكره، صدقوني لو كنت أستطيع أنا شخصيا، لو كان عندي هذه الإمكانية أن أؤجل مطالبة الناس والاشتراك معهم بنزول اليوم لمدة شهرين لفعلت، لو كان ممكن. نحن لا نقارن بين تأجيل وتعجيل،
إنما أنا أعرف أن التأجيل معناه أنه سيأتي يوم تحت تأثير أنهار من الدماء، تحت تأثير جرائم، تحت تأثير أي شيء، ستجدون الناس بيقولوا لكم حرام عليكم سيبوا المجلس العسكري يأجل كل الانتخابات ويفضل في الحكم. هل يا ترى سننتظر حتى هل يا ترى سننتظر ونترك لهم الشعب فريسة حتى يحولوا الشعب على مهلهم خصما لمن يطالب بالحرية الحقيقية؟ الفارق، واسمعوا يا مصر كلها، الفارق بين ما حدث في مصر وبين ما حدث في بعض البلاد العربية المباركة أن الشعب المصري لم يترك الوقت وصمم وصمم كل التصميم، وبدأ بعد 10 أيام يتحرك من هذا المكان إلى كل مكان. يومها عرفوا أن هناك من لن يتنازل عن هذه المطالب. لذلك أيها الإخوة، وأنا لا أريد في الحقيقة أن أتكلم طويلا، ولكني كان لابد أن يعلم الشعب المصري أنهم يضحكون عليه بأمور، يقول له بلاش مليونيات ومظاهرات لأنه هذا مضر، حتى يفوتوا ما يرتبونه لهذه البلد. ولهذا وأنا أعرف تماما أنه قد يكون هناك اليوم من له مطالب، ولكني كما قلت منذ أسبوعين وأنا أقول هذا الكلام، مدنية 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 أيها الإخوة، إنهم يراهنون علينا على تلويف سمعة هذا النفر من الموجودين، ونحن نقول بالعكس. بالعكس، لو أنهم التزموا بما التزموا به وكان الناس يعرفونه لكان اليوم كل الناس يؤيدونهم. هذا الميدان هتف للجيش هتافا لم يهتف لأحد، ومع ذلك أخذ هذا الهتاف لكي يصل اليوم إلى تأجيل تسليم السلطة لأهل البلد. وهناك مخاطر من أفظع ما يكون. أول شيء في هذه المخاطر أن الجيش قد قرر أن يبقى وله السلطة ومعه السلاح وعنده السجون وعنده المحاكم العسكرية في أثناء فترة وضع الدستور. ليه؟ هل ليظل الشعب ضعيفا وأمامه الجيش الذي هو متسلط؟ واليوم نشرت أنباء صحفية في عدة صحف بأن هذا المجلس العسكري، والله أعلم بحقيقة هذه الأخبار، قد قرر أن يكون للجيش وضع سلطوي في البلد إذا ما أدي الدستور أو إذا ما وضع الدستور. وهذا أمر دونه أعناقنا، لأننا لا نقبل أن يأتي فصيل يؤدي الخدمة ليصير فصيلا على أعناق الناس.
ليس هناك من يضع سلطته فوق هذا الشعب أبدا، وليس يهم أن نبقى على قيد الحياة، وليس يهم أن ندخل انتخابات رئاسة، وليس مهم أن نفعل أي شيء، ولكن فلنحيا كراما ولنمت كراما. أيها الإخوة، إنني على عكس مطالب بعض إخواني، أنا بالعكس أؤيد وأحرص الانتخابات البرلمانية بكل قوتي. أنا بالعكس أؤيد الانتخابات البرلمانية وأحرصها بكل كياني، برغم كل ما فيها من الألاعيب. هل تعرفون لماذا؟ لأنهم يريدون أن يعيدونا إلى نقطة نبقى بعدها وقتا طويلا حتى نعود إلى نقطة اليوم مرة أخرى. ولكن نحن نعرف ما هي المسألة، وهم يريدون أكثر منا أن يوقفوا الانتخابات البرلمانية، وتأكدوا أنهم يسعون إلى ذلك. وكما شهد بعض أساتذة الطب ومن السياسيين لما قالوا إن المجلس العسكري أخبرهم بالفعل بأنه إذا حدثت بعض الأحداث في الانتخابات فإنهم سيلغونها. ولذلك أيها الإخوة، نحن لا يمكن أبدا أن نسمح بأن تتعطل الفرصة لتعبير الناس عن إرادتهم. وأعتبر أن اللحظة التي يصدر فيها المجلس العسكري أو الوزارة أو غيرها أي قرار بإيقاف الانتخابات هي شرارة البدء مباشرة وتلقائيا، لينطلق الشعب كله بدون أي انتظار لأي شيء، لأننا لسنا مستعدين لأن يفعل بنا كما فعل في 52 وما بعدها. أول انتخابات أجريت بعد 5 سنوات بعد أن أغلقوا الدوائر على ضباط الجيش يومها حتى لا تبقى للشعب كلمة. لا يا إخواني، نحن نعلم ما فيها من المشاكل، ولكننا اليوم أمام فرصة للشعب أن تكون كلمة. وعلى فكرة أنا أقول لكم هذا، وليس هذا هو الوضع المثالي الذي أؤمن به أنا شخصيا، ولكني أتكلم اليوم كمحصلة للحال التي صارت قائمة وحولنا ألاعيب يدبرونها ويكيدونها من كل مكان. المسألة الثانية، نحن لسنا مستعدين أن يبقى حكم من أجل أن يظل يسلم الجواسيس الإسرائيليين ويفلتهم لعدونا. صفقة تبادل الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي، نحن الآن كنا أمام منظمة حماس التي تقولوا عليها كل التقول، وتمكنت من الإفراج عن أكثر من 1000 أسير مقابل عسكري واحد. فهل مصر لم تستطع أن تفرج أمام هذا الجاسوس الواحد إلا عن 25، بينما هناك حوالي 50 واحد آخرين في السجون منتظرين، 50 واحد مصري أو 60 مصري في سجون إسرائيل منتظرين علشان يمكن أن يبادلوا بجواسيس آخرين؟ وإلا كان إيه المانع أن يطلع 70 سجين مصري في مقابل عسكري ولا جاسوس إسرائيلي؟ ليه بيقسطوهم؟ علشان هل يا ترى سنظل نترك يا ترى سلطة لم يختارها الشعب لمدة 2 سنين حتى يدخل جاسوس بعد جاسوس ونفلت جاسوسا بعد جاسوس ويصبح الأمن الوطني في مصر في خطر؟ لقد كنا نتمنى والله أن تنحسم المسألة
كنا نتمنى أن تنحسم المسألة ولكنهم أبوا علينا. وسأختم الآن كلمتي هذه، ولي كلمة أخرى إن شاء الله أيضا على المنصة الأخرى، ولكن اسمحوا لي قبل أن أختم الكلمة أيها الإخوة أن أذكر لكم نقاطا محددة كالآتي. أولا لو سمحتوا ما تمشوش، إحنا مش هنمشي. الله أكبر. يا إخواني الأمر الثاني، الأمر الثاني لا أحد يتحرك خارج الميدان ولا قيد خطوة واحدة إلى مكان آخر. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة أيها الإخوة، لو أن أحدا من الناس تعرفونه وتعرفون إخلاصه قولوا له أن يلحق بنا الآن لأنها لحظة كبيرة في تاريخ أمتنا. وأنا لا أقصد بهذا أني قد أخبرتكم ماذا نحن فاعلون، أنا لم أخبركم بعد، والقرار قرار سنعرفه ربما بعد ساعتين أو ثلاثة أو أربعة لا أدري بالضبط، فإن هناك وفودا قد خرجت منكم الآن إلى أكثر من 20 جهة، وهذه 20 جهة الوفود تعودنا الآن بأخبارها. لا أستطيع أن أذكر لكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فقط يا إخواني، فقط يا إخواني استشعروا، نحن لا نقوم بنشاط طلابي ولا بنشاط عمالي ولا بأسرة جامعية، هذه قضية حقيقية. أن يعلن الأحزاب ومرشح الرئاسة وكل مصر أنها تصمم على إجراء الانتخابات الرئاسية في إبريل، فيقولون لنا بل على الأقل السنة اللي بعد اللي جاية، إذا كانوا يظنونها لعبة فعليهم أن ينظروا جيدا هل هي لعبة أم ليست لعبة. ولذلك اسمعوها مني واضحة، هم سيحاولون أن يقولوا إن المسألة مجرد مطالبة بانتخابات رئاسية، وهذا ليس صحيح، ولكننا نعلم جيدا جدا أن تسليم السلطة لحكم مدني معناه فرعان، انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية. فإذا بهم يجرون الانتخابات البرلمانية والله أعلم هيجروها ولا لا، ويقولوا كمان لما هتجري مش هيبقى لكم أي سلطة تعينوا لا وزير ولا وزارة ولا لكم لازمة، وإنما هيبقى بعد كده 2 سنين. لذلك لابد من إعلان القرار بإصدار الانتخابات، قرار الانتخابات الرئاسية من الآن على أن تجري في حد أقصى يوم 30 إبريل على أقصى درجة. أيها الإخوة، أنا لم أتكلم بعد عن اعتصام ولا عدم اعتصام، لسه ما قلتش ومش هقول دلوقتي، وإنما على كل حال أدينا قاعدين في التراوة. إحنا النهاردة احنا سعداء، احنا صايمين، احنا النهارده صايمين لانه اول يوم في الحجة، واحنا عندنا سنن كثيرة مطلوبة ولا ندري. خدنا فض الاعتصام مين عارف، وقد نعتصم مين عارف، كل ذلك مرهون بالاجابات التي ننتظرها الان. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي النفوس
أن تأتي هذه الإجابات وأن ينبه شعبنا أنهم يستخدمون، يقال لهم أنتم خايفين على لقمة العيش ما تنزلوش التحرير. طب ما هم أيام حسني مبارك كانوا بيقولوا كده، أيام حسني مبارك كانوا بيقولوا لنا روحوا عشان تعرفوا تاكلوا، واتضح ان الدنيا مسروقة. وعايز اقول لكم حاجة اكتر، امريكا مستعدة تدفع لهم تكلفة ان الناس يروحوا ما ينزلوش بمنتهى البساطة. عشان كده احنا مش هنبيع كرامتنا بلومة عيشنا، لان هذا لا يفعله الا الاذلة. وان شاء الله سيكون لنا لقاء في كلمة أخرى بعد قليل، وسأخبركم بموقفنا في آخر اليوم ماذا عسانا نكون فاعلين. أيها الإخوة، جايز ما يبقاش فيه وجايز يبقى فيه. أيها الإخوة افهموني، أنتم ما تعرفوش أنا بفكر إزاي. جايز يبقى فيه وجايز ما يبقاش فيه، اسمعوا الكلام بس. ايوه الاخوه فيه ولا ما فيه؟ ايوه خلينا قاعدين، انت عايز تروح بدري عراك حاجه؟ احنا على كل حال اخواني، اخر كلمه اقولها هنا كلمه ارعى بها حق عقيدتي: لا حظ ولا اجر لوقفه كهذه الوقفه الا من ابتغى بها وجه الله وحده لا شريك له. نحن نزلوا هذا الأمر بعيدا عن أي تقسيم لاتجاهات سياسية، مسألة مش مسألة اتجاهات سياسية، كل عمل لا يبتغى به وجه الله الملك فهو هباء منثور وهو سدى ولا أجر فيه. الإنسان عندما يموت ينطق بعقيدته. ولذلك نحن اليوم ونحن لا نعرف على بعد كم من نهاية آجالنا، يجب أن نصدق الله في نياتنا وأن نعرف أننا نوجه عملنا إلى الله. الله القادر على أن يجعل هذه الفئة البسيطة ينضم إليها 20 مليون، هو القادر على أن يصرف عنهم بعض الموجودين. لذلك اربطوا بالله قلوبكم.